بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله هنقرأ مع بعض في الأول كلمات الدرس الثالث والرابع من الوحدة الستة، وهنحل فيه أسئلة الكلمات في نفس الفيديو، وبعدين هنبدأ في فيديو تاني نشرح القاعدة ونحل عليها في نفس الفيديو. القواعد أو الوحدة الستة عموما لطيفة وصغيرة كده، ما فيهاش أي مشكلة. أول كلمة اسمها absolutely، 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 تماما زيها زي كلمة completely، زيها زي كلمة entirely. طيب active، active، alternative، ال A دي بنطقها O، alternative، alternative، analyze، analyze، benefit معناها فائدة أو استفادة. وعند benefit دي هنقف وقفة صغيرة كده، عايزك تفتكر معايا كلام احنا قلناه قبل كده برضه ماهوش جديد. كلمة benefit benefit from ده كده أصبحت verb بمعنى يستفيد من. طب لو احنا قلنا A benefit، A benefit، هنا هناخد حرف الجر of، ودي معناها فائدة، معناها فائدة من فوائد، فائدة من فوائد، ده رقم واحد. عندي benefit قلناها، ما ننساش برضو ان كلمة benefit benefit دي ممكن يكون معناها فائدة بنكية، فانتبه لهذا الكلام، اكتب ورا بعضه كده عندك في كشكولك وظبط نفسك. blog دي معناها مدونة او يدون، يعني اكتب حاجة في على الانترنت. brainstorm brainstorm brainstorm. carry on، طبعا انت عارف ان في carry on اللي معناها يستمر فيه، وفي carry out اللي معناها ينفذ، ينفذ عملية جراحية كده يعني. طيب case، case، coach، coach، coach. come round to، come round to يعني يغير رأيه، بتساوي كلمة change أو تساوي idiom ده يعني his mind، change his mind، change his mind أو change his opinion، يغير رأيه. cycling، الكلمة دي أصلا أصلها cycle، cycle اللي هي معناها يركب الدراجة، فسايكلينج ركوب الدراجة. طب سايكليست ده الراكب نفسه، راكب الدراجة نفسه، الدراجة الذي يركب الدراجة يعني. طيب ديفينتلي، 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 ديفينتلي. ديبريشن اكتئاب ومعناها كساد. يعني ايه كساد؟ لو احنا جينا في مثلا في مصطلح قلنا many countries are suffering from economic depression، economic depression ده معناها كساد اقتصادي، يعني خسارة اقتصادية والدنيا بايظة في الاقتصاد يعني. طيب بعد كده بعد depression decide on، decide on يعني اختار. diet، diet، difference، difference، disturb، disturb، drawback، drawback، evaluate، evaluate زي كلمة assist اللي خدناها قبل كده. evidence دليل، وده اسم لا يعد. expand، focused، focused، طبعا focused يعني في حالة تركيز يعني صفة، فعايزين قبلها verb to be. forward، forward، وعكسها backward، backward، forward للأمام، backward للخلف. grades، 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 شرحنا قبل كده الفرق بين grades و degrees، لازم تسمعها، لازم تذكرها. impact، importance، importance. طيب عايزك في موضوع importance دي تعرف انك ممكن تقول الشيء ده يعني it is مثلا it is important، important يعني الشيء ده بيكون مهم، او it is، it is of importance يعني ذات أهمية. طيب improve، improve، improve. go for، go for. logic، massive، 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 ضخم او هائل، ومنها كلمة mass اللي هي الكتلة. mentally، option، option يعني اختيار او خيار زي كلمة choice. organized، organized، overall، overall، performance، period، pillow، point. plug، plug عندك plug، لو قلنا plug ايه يوصل الفيشة الحوار ده انت عارفه. priority، priority، refreshed، reflect، reflection، sit، 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 يضبط ومعناها يعد الطاولة للطعام، لو احنا قلناها مثلا set the table، set the table يعني يعد الطاولة للطعام. strategy، strategy، supposed، supposed، supposed. take action، take action، take action. task، task، tough. ال gh دول بنطقهم f، tough. unpleasant، waste، يضيع او يهدر او اهدار او تضيع يعني verb noun. well being، well being. world record، world record. وعند world record هنا لينا وقفه صغيره، نفتكر مع بعض لما قلنا كلمه، لما قلنا break the ريكورد يعني يحطم الرقم القياسي، يحطم الرقم القياسي. طب لو قلنا مس ذا ريكورد
دي معناها يفوته أو يهدر الرقم القياسي، يهدر الرقم القياسي، أو بمعنى آخر يفشل في تحقيق الرقم القياسي. بعد كده عندك في كلمات بقى يا باشا، ونبدأ بسم الله. أول سؤال بيقول لي when you make change to the way you work، لما تعمل تغييرات في الطريقة اللي أنت بتشتغل بيها. You need to note its advantages and disadvantages first. أنت محتاج تعمل إيه في مميزاتها وعيوبها الأول؟ Concentrate يعني يركز، عايز on أصلا عشان يركز على مميزات وعيوب. Fabricate يفبرك، يعمل أي كلام في أي كلام. Evaluate يعني يقيم. وريجوليت يعني ينظم. انت قبل ما تعمل تغير في اي حاجه محتاج انك تقيم مزاياها وعيوبها الاول. Pollution has serious impact on the weather. التلوث له تاثير شديد على الطقس. Impact يعني له تاثير، يبقى ده noun. تمام، noun يعني هتساوي كلمه influence اللي معناها تاثير. اما ايه affect؟ affect ده verb بمعنى يؤثر، cause سبب، ويسبب يعني verb وnoun. Importance اهميه، دي كده noun اهميه. طيب رقم ثلاثة، I usually have a 30 minutes. خد بالك قال لك a 30 وبعدين minute مفرد، ليه؟ عشان a 30 minute دي صفة، a وبعدين صفة وبعدين اسم. Every day sport has a not effect on health. أنا بعمل لي كل يوم ماشي كده 30 دقيقة، في الرياضة لها تأثير إيجابي، يبقى positive effect. What are the pros and cons؟ عايز تعرف وتركز وتفكر معايا كده. كنا بنقول pros and cons، كنا بنقول advantages and disadvantages، كنا بنقول upsides and downsides اللي هي مزايا وعيوب، كنا بنقول كمان merits and demerits. How do you usually not ideas amongst groups a group of friends to get information about something؟ ازاي انت بتعمل ايه في الافكار اكيد عشان تاخد معلومات يعني؟ يبقى brainstorm. storm عاصفة، مايند اللي هو العقل او الذهن، ويمانع، ورايز يعني يرفع يعني يرتفع. كيف يمكنك انك تعمل عصف ذهني للافكار عشان تجمع افكار. في رقم 6 بيقول لك I tried not my study time into 20 minute periods and took breaks between them. انا حاولت او جربت ان انا اقسم وقتي الى جلسات مذاكره كل واحده منهم 20 دقيقه، وناخد راحه بين كل 20 دقيقه والثانيه. يقسم وقته الى، يبقى اسمها divide time into. طيب well done رقية، احسنت يا رقية. not hard work يعني احسنت يا رقية، استمري في العمل الجاد. brainstorm يعني يعصف ذهنه. carry on يعني يستمر. waste يعني يهدر. suppose يعني يفترض، فده كله كده مش معايا منه غير carry on. my brother is not member of that charity he exerts great efforts. يعني اخويا عضو ايه في الجمعية الخيرية وبيبذل جهودا مضنية، يبقى اكيد ده active يعني نشيط. massive يعني ضخمة وعملاق. frustrated يعني محبط. unpleasant يعني غير صار. I understand the not of taking breaks. It raises productivity. أنا فاهم الإيه بتاع إنك تاخد راحة، ده شيء بيزود من إنتاجيتك. difference يعني اختلاف. option يعني اختيار. pillow المخدة. logic المنطق. ومعنى الجملة بقى من بعضها كده، أنا أفهم، أنا فاهم منطق إنك تاخد راحة، ده شيء بيزود من إنتاجيتك. I need support with the I was asked to do. انا محتاج دعمك في الايه المطلوب مني القيام بها، اكيد التاسك الاهميه، سوري المهمه. امبورتنس اهميه، استراتيجي الاستراتيجيه، وايفيدنس الدليل. ستريس افكتس يور نوت ات ورك ات ريديوسز يور برودكتيفيتي. الضغط التوتر بيأثر على الايه في العمل، لانه هو بيقلل من انتاجيتك. دروباك اللي هو عيب. بريوريتي الاولويه. بيرفورمانس اداء. والترناتيف بديل. فالتوتر بيأثر على ادائك في العمل عشان هو بيقلل من انتاجيتك. الجملة بعد كده رقم 12، taking breaks while working is necessary to not you. انك تاخد راحة، راحات يعني بينما تعمل او اثناء العمل، ده شيء ضروري عشان يعمل ايه فيك؟ عشان بلوك اللي هو المدونة. evaluate يقيم. refresh ينشطك. وanalyze يحللك. طبعا انت لما تاخد راحة فده بيرفرشك، ينشطك يعني. I have no not but to follow the rules. ليس لدي خيار غير ان اتبع القوانين. I have no choice. I have no choice يعني I have no option. I lost my money and I had to borrow. أنا ضيعت فلوسي ولازم استلف. It was not situation. إنه موقف إيه؟ unpleasant يعني غير صار. focused يعني مركز. في active يعني نشيط. ومثل يعني عملاق. ده موقف غير صار أو محزن، أنا ضيعت فلوسي. No one can deny the not of education. لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية التعليم to the progress of nations للتطور للأمم. low productivity اللي هي انخفاض الانتاجيه is not of being overworked.
انخفاض الانتاجيه هو ايه لانك تكون عندك شغل كتير. دروباك يعني عيب من العيوب، بريوريتي اولويه، بيرفورمانس اداء بديل طبعا هنا. فانخفاض الانتاجيه هي عيب من العيوب ان الشخص يكون مضغوط عليه في العمل. never not your time or energy، لا تهدر، لا يبقى never waste، لا تهدر وقتك او طاقتك. I can't tell the knob between، لا استطيع ان اخبركم بالفارق بين الموبايلين. they are exactly the same، طبعا دي منطق ودي مخدة وسادة ودي اوبشن اختيار. the high dam is not work of modern engineering، السد العالي هو عمل عملاق من اعمال الهندسة الحديثة، يبقى ماسيف طبعا، اكتف يعني نشيط، فوكس مركز، unpleasant يعني غير صار. the knot you followed to solve the problem was really effective، الايه اللي انت اتبعتها عشان تحل المشكلة كانت فعلا فعالة. waste اهدار، استراتيجي الاستراتيجية اهمية ودي تاسك مهمة. الاستراتيجية اللي انت اتبعتها عشان تحل المشكلة كانت فعالة. solar energy هي الطاقة الشمسية is a clean ايه of fossil fuels، الطاقة الشمسية هي ايه؟ نظيف للوقود الحفري، هي بديل النظيف يبقى alternative. it is the first time for me to note that's why I don't have much likes or comments، ان دي اول مرة بالنسبة لي اني اعمل ايه، ولذلك انا ما عنديش اي ما عنديش ماتش لايكس، ما عنديش لايكات كتير وكومنتات كتير، لان دي اول مره بالنسبه لي اني اعمل بلوج اني ادون. ماي ماذر هاز جون شوبينج، امي راحت تتسوق، وانا برين ستور يعني انا ابقى اعصف ذهني، كاري اون اللي معناها استمر، ولا ويست اهدر، ولا اي سبوز انا بفترض، ولكن انا بفترض اعتقد يعني ان امي راحت تتسوق. تو هاف ا جود نايت سليب، عشان تنام ليله نومه حلوه. يو نيد ا كومفورتابل، محتاج ايه؟ مريح اكيد، كومفورتابل بيلو اللي هو الوساده المريحه. يور هيلث از نوت، اتس ذا فيرست ثينج يو نيد تو لوك افتر، صحتك هي اولويه ودي اول شيء محتاج انك تهتم بيه وتكترث له. 26 تو نوت از تو جادج هاو جود يوسفول، انك تحكم مدى جوده واهميه وفعاله الشيء، يبقى ايفالويت تقيم الشيء. از تو كيب ا بلوج، to write something in a blog، انك تكتب في مدونة، يبقى بلوج نفسها. to examine or think about something carefully in order to understand it، انك تفحص شيء او تفكر فيه عشان تفهمه، يبقى دي اسمها analyze، يحلل الشيء، انك تفكر في الشيء عشان تفهمه، فانت بتحلل الموضوع عشان تفهمه. طيب لكن evaluate يعني تعطي حكما. طيب in brainstorm انك تعزف ذهنك عشان تدي to give new ideas، عشان تدي افكارا جديده. 29 بقى to not is to continue doing something، انك تستمر، يبقى carry on. means facts or science that show clearly that something exists or is true، معناها ان الحقائق والعلامات والدلالات اللي بتبين لك ان في حاجه حقيقيه وفعلا موجوده اللي هو الدليل evidence. to not is to have discussion or meeting with other people at work، انك تعمل مناقشات واجتماعات مع الناس في الشغل عشان يقترحوا افكارا، يبقى دي يعصف ذهنه اللي برين ستورم. the thing that you think is most important، الحاجه اللي انت شايفها ان هي اكثر اهميه من اي حاجه تانية، يعني اولويتك اللي هي priority. how many tasks have you do a task، يبقى have you done، عشان do a task المصطلح ده مع بعض كده. it's recommended that you not break، انك تاخد راحه، take a break و have a break، يبقى take. your time will not better organized، وقتك سيصبح، يبقى will be او will become او will get، كلهم بنفس المعنى، يصبح اكثر تنظيما. after 2 hours of discussion، بعد ساعتين من المناقشات. وfinally a conclusion، احنا في النهايه وصلنا اللي هي reached. the idea we have not are all the ideas we are not we are all productive brainstorm ideas، يعني يصف ذهنه او يولد افكارا، فالافكار اللي احنا وصلنا لها كلها كانت منتجه. my best friends a big difference in my life، اصدقائي make difference يعني يسب او يحدثون فرقا، يعني هم سبب الفرق الذي في حياتي. you need to not evidence to back up what you say، انت محتاج انك انت تعطي دليلا لكي تختتم ما قلته، give evidence. i get up late night get up late since i had forgotten to not the alarm، انا صحيت متاخر لاني انا نسيت اني ست يعني اضبط المنبه. المينتست اللي بعد كده رقم 2
You are doing well. أنت بتأدي بشكل كويس. My coach said. الكوتش المدرب قال أنت أداءك كويس جدا. I am sure you will carry on achieving. أعتقد أنك ستستمر في تحقيق النجاحات. يبقى carry on. The employment rate معدل التوظيف has increased not. ازداد بنسبة كذا. يبقى by. طيب ما هو في increase in يا مستر أو في increase in. الفرق بينهم فين بقى؟ increase أنت بتقول increase. increase in by increase in دي معناها زيادة في، لكن دي زيادة بمعدل. فأنت بتقول لي في increase in مثلا pollution، في زيادة في نسبة التلوث by 30% yearly، يعني في زيادة في نسبة البوليوشن في نسبة التلوث بمعدل 30% سنويا. يبقى increase in زيادة في، increase باي زيادة بنسبة، فأنا هنا خدنا باي. بعد كده رقم ثلاثة بيقول لك نقط باك I realize how hard my parents tried to bring up me. أنت حفظت المصطلح اللي هو كان بيقول لك looking back، بس معناه إيه المصطلح ده؟ معناها بالنظر للخلف. opening the door بفتحي للباب، eating meat بعد أكل اللحم كده يعني. فدي ممكن نسميها نترجمها بعد أن نظرنا للخلف مثلا، أو بعد أن تنظر للخلف. المهم looking back معناها بالنظر للخلف أدرك كذا. she carried on استمرت في looking after her parents الاعتناء بوالديها. الفريزال فيرب اللي هو carry on معناها يستمر اللي هي continue، و go on برضه يستمر، يبقى A و B فعلا. يبقى كده عندك A and B. carry on go on continue نفس المعنى. طيب I look forward to taking not the final match. أنا بطلع إلى إني take out after part in، يبقى take part in اللي معناها اتطلع الى ان اشارك في المباراة النهائية. to raise your productivity عشان تزود انتاجيتك. keep focused not the task in hand، ابقى مركزا على، يركز على اسمها focus on concentrate on. I don't like grilled fish، ما بحبش السمك المشوي at all مطلقا او على الاطلاق. success goes not working hard، بقول لك ان النجاح بيمشي مع، بيسير مع، يبقى go with يعني هو قرين لي العمل الجاد. it matters how you will put this plan. بقول لك الموضوع القضية كلها في تتمثل في كيف انك ستجعل هذه الخطة put this plan in practice او into practice معناها في موضع الممارسة. طبعا into عشان practice هنا noun، لكن practice هنا verb بمعنى يمارس، فعشان كده in practice رقم ايه. كده خلصنا اجابة الكلمات الخاصة بالدرس الثالث والرابع. الفيديو اللي بعد ده مباشرة هيبقى شرح القاعدة والحل عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.